وصلنا لفقرة ميوزيكل وغسان يمين اليوم رافقوا ريبال ملاعب رح بيكون عم يعزف على آلة الفيولا. بونجور غسان. بونجور رانيا، كيفك؟ هاي ريبال، أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نتعرف على آلة الفيولا ورح نشوف هيك أكيد الميزات والتاريخ ومع غسان يمين. أكيد أكيد رانيا، أول شيء مبسوط كثير إنه أنا معك، صرنا زمان ما طلعنا سوا. طبعا وقت تعرفي وقت اعلنت عن الحلقه وقلت فيولا، ناس في كثير ناس ما فهمت شيء، يعني فكرت عم نحكي عن جارتنا فيولا او شيء من هالنوع. مزبوط، فيولات. فيولات انه عم بغنجها يعني. يعني بدنا نقول هاي لكل يلي اسمهم فيولا وفيولات اليوم. بالضبط، بقى اليوم هو يمكن هو تكريم موسيقي للي اسمهم فيولا، عرفتي كيف؟ 100% مش غلط. بقى اليوم انا كثير سعيد يكون معي طبعا موسيقي لبناني شاب واعد جدا، وانا مؤمن جدا بموهبته، هو ريبال ملاعب. وهو لابد ما اشير لشغله كمان، انه هو ابنه للفنان التشكيلي فعلا اللي نحن بنفتخر فيه بلبنان وبالعالم العربي، اللي هو جميل ملاعب. من وجهه تحيه كبيره. اكيد اكيد. بقى اليوم اخترت، بعرف انه اضطرت كثير تحكي عن الفيولا لانه كان بهمني يكون معي عازف فعلا قادر هيك يعبر عن هيدا، عن كل شيء بدنا نحكيه بطريقه، باحلى طريقه ممكن يمكن. ومين احسن؟ ودائما يعني دائما غسان بتحرص انه مش بس نعبر بالكلام، انه نسمع الموسيقى. أكيد. نسمع الالات ونحس فيهم يعني. أكيد. حتى أكيد. ولو المشاهدين بالبيت بيقدر يوصل لهم هالاحساس يلي كل اله بتعطيه بشكل مختلف عن الاخر. اكيد, أكيد الفيولا بتشبه الفيولون كتير بتشبه الفيولون كمان. يعني مثل ما الناس عم بتشوف أكيد على الكاميرا، يعني هي الفرق بيناتهم أنه عندك الفيولون هو على طول بيكون أصغر بالحجم. نعم. وأقل سماكة، وبالصوت الفيولون أرفع. نعم. يعني آلة الكمان هي أرفع بالصوت، يعني النوتات اللي بتقدر تلعبها. هلأ رح نبلش شوي نحكي تاريخ قبل ما نسمع أول قطعة من ريبال. أكيد الفيولا هي بلش ينكتب لها إذا بدك بعهد الرينيسانس، بس كانت آلة تعتبر نوعا ما ثانوية. نعم. عرفتي يعني ما كان عم ينكتب لها أدوار رئيسية، خلينا نقول، وما كانت تعزف سولويات لها وشو، لحد ما وصلنا لمرحلة الباروك اللي وصلنا، يعني عم نحكي أكتر شيء مع باخ اللي كان يمرق لها بشكل من الأشكال هيك أوقات جمل معينة، سولويات صغيرة بقلب المقطوعات تبعه. هلا ريبال يمكن شوي لازم تحكينا اكثر، يعني بهيدي مرحله الباروك هلا شو اللي اختلف؟ اول شيء بحب اعرف ريبال ليه اخترت هالاله انه تتعلم عليها؟ هل بلشت بالكمان التقليدي وبعدين نقلت، او كيف صارت الامور؟ 80% من اللي بيبلشوا فيولا بلشوا بالفيولون. نظرا للحجم، لانه الولد لما يكون عمره 6 سنين او 5 سنين، انا بلشت عمري 6 سنين، يعني ايدي كانت يمكن قد نص هلا. نعم. والفيولا هي آلة كبيرة. نعم. فبتتطلب مسافات بين النوتات اكبر من الفيولون. نعم. فبالتالي معظم اللي بدقوا فيولا بلشوا بالفيولون، بعد شي 5 سنين أو 6 سنين لاسباب معينه بنقلوا للفيولا. بالحاله تبعي نقلت لانه سمعت صوتها وكنت كثير معجب فيه، وهي اكثر شيء قريبه للصوت الانسان، لان هي الالتو بالفرنسي حسب الرينج تبع الالات. نعم. زائد انه ايدي تسمح لهذا الشيء. يعني هون قد ايه قياس الايد فعلا شغله مهمه كتير بالنسبه لهالآلة غسان؟ في ناس ما فيهم يعزفوا، يعني مستحيل يقدروا يروحوا لبعيد بآلة مثل آلة الفيولا اذا تركيبه الايد والصبيع والبعد تبعهم وطول الاصبع والتحكم باليد. 100%. يعني هل هي اقدم من الفيولون غسان بالتاريخ؟ نعم، هن بدهم من عائله. نعم. الفيولون هن، اذا فيك تحكي لنا شوي عنها ريبال هذا الشيء. الفيولون هي والفيولا والتشيلو والكونترباس هن عائله واحده. نعم. هلا بالتاريخ كان في عده اصناف من الفيولا بايطاليا بالتحديد، فيولا داموري، فيولا دا جامبا، فيولا دي شبالا، فيولا دا براتشيو، وهيدي الاله الجد تبعها هو الفيولا دا براتشيو. اوكي. ومن كلمه براتشيو يعني اون ذا ارم بالايطالي، اخذوها الالمان وسموها براتشي، الفرنسيه سموها التو نظرا للرينج تبعها. نعم. ايه هون لبرد بس ريبال بس تفسر شاني كلمة ألتو. كلمة ألتو رانيا بتعرف هي بالأصوات، يعني وقت نحكي أصوات هي الألتو هو الصوت اللي له علاقة بالنساء. أوتى شوي. بالنساء. يعني هو الصوت الواطي عند النساء، يعني التخين. يعني أنا صوتي ألتو. صوتك ايه انت بعتقد ميزو سوبرانو. في فيني يكون سوبرانو على الاخر اوقات. عندي فكره عن هذا الموضوع، بفضل ما بقى عم بقول عنه ريبال انه فرنسا سموها التو لانه الصوت تبعها هو بالميديوم، عرفت شو؟ يعني تحت الفيولون وفوق التشيلو،
فوق الفيولونسيل يعني بقى من هيك سموها قالته. بقى هلا قبل ما نطول يعني تنكمل شرح خلينا نسمع اول مقطوعه ريبال اللي هي طبعا بقى ما كان ينكتب لها سولو بيسز بعصر الباروك في بس يوهانس سيباستيان باخ سوري كتب دخلها ادوار سولو بالبراندنبورغ كونشيرتو لإله بس ما كان ينكتب لها سولو. هلا رح نسمع سولو من هولي رح نلعب سولو مش مكتوب اوريجينلي للفيولا مكتوب للتشيلو بس ليش بنقدر نعزفه للفيولا؟ عملوا ادابتاسيون ليش؟ لانه الفيولا هي عباره اذا بدك من بالبسيط على التشيلو صغير الاوتار تبعي هن ذاتهم بهالتخن الصوت يعني ما في رفع الفيولون ما في رفع الفيولون وهو هول يعني عم يعني بدك تعتبري انه عم تسمعيه على التشيلو على الفيولونسيل فيولونسيل هون لابد ما كمان اذكر المشاهدين انه هي الاله اللي على طول بشوفوها بيعزفوا عليها هيك بحطوها بين اجريهم بحطوها على الارض هيدي التشيلو دونك هلا القطعه اللي رح يعزفها ريبال هي مكتوبه للتشيلو بس هلا رح يعزفها على على الالتو بيطلع صوتها اعلى بشيء اللي بنسميه اوكتاف يعني 8 نوتات اعلى دونك بس بتعطينا نفس الايفكت تفضل باخ تشيلو سويت نمبر 3 البوري اللي هن دانسز شايفه رحنا فعلا فعلا يعني بتعرفي صوتها قديه صوت دافي وقديه الفرق بين الفيولون يعني ما بعرف قديه المشاهدين كمان بلشوا يلاحظوا اوريدي الفرق صوتها اول شيء دافي اكثر وبقولوا الى صون غون يعني مبروم اكثر وبعدين يعني في شغله يعني كانه الفيولون مروس اكثر ايه بالضبط هيدي الكلمه مروس رفيع اكثر هيدا دافي اكثر تخين اكثر ومن هيك يعني صار في توجه كثير اكثر انه يكتبوا للفيولا مع الوقت وهذا رح نحكي عنه طبعا بسياق حديثنا. في شغله ثانيه كمان مهم اقول تكنيكلي انه وقت واحد يعني المشاهدين بشوفوا مثلا مثل ما عزف هلا ريبال وقت بيعمل شيء اللي بنسميه الفيبراتو يعني بايد الشمال بالاصبع بحرك الاصبع على الوتر على طول تيقدر يعطي هذا الافير فيبراتو. الفرق كمان بين الفيولون والفيولا هي فكره انه على الفيولا المفروض يعمل حركه شوي اكبر يعني بالضبط ليش؟ لانه الفيولا لتكون فيزيكيا مزبوطه مفروض تكون نص متر بس لانه براكتيكلي الانسان ما بيقدر يدق عليها فعم بحاله يعمله مثل ادجستمنت يعني مضطره تعملي صوت التو بس بآلة مفروض تكون هالقد كبيره اوكي
بس يعني كأنه منتلاعب شوي عم بتلاعب بصوت كرمال هيك. هيدي الآلة هي أكتر آلة ما بتقدر تكون بيرفكت، منا آلة بيرفكت، وهي ما إلها ستاندرد سايز، ما في قياس محدد للفيولا. أوكي. بعدهم لهلا صناع الآلات بيحاولوا يعملوا اكسبيرمنتس كيف ممكن يكون حجمها ليثبت الصوت بشكل افضل. بالضبط، يعني بعد هيدي الفيولون إلها ستاندرد سايز من 300 سنة، هي ذاتها هي الآلة البيرفكت بالعالم. قد يقيس الفيولون؟ ما بعرف الأرقام بس يعني أصغر مفروض تكون من الفيولا؟ طبعاً طبعاً هي أصغر حكماً. أوكي. أصغر. أوكي. وبعدين من هون أرق. أوكي. أوكي. من هون أرق بالانتخاب. هلأ بدنا نسمع فيديو راني، رح نشوف فيديو. أوكي. اللي هو كمان مع ريبال ملاعب، ورح نسمع هلا تريو لدفورجاك. مين الموسيقي اللي معك ريبال؟ الموسيقي معي هني إيهاب جمال وتانيا سونس. اوكي. وبالفستيفال تبعي اللي بيصور اللي رح نحكي عنه بعد شوي كمان، لانه خلق كمان فستيفال من السنه الماضيه ريبال. لابد نقول انه ريبال هو عايش بفيينا، ما انه عايش بلبنان، بس كان مصر انه يرجع على جذوره ويعمل ياسس فستيفال بلش فيه السنه الماضيه، والسنه كان ثاني اديشن، رح نحكي عنه اكيد بعد هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي رح نشوفه راني اللي هو تريو، يعني في عندنا اثنين فايولينز وفي عندنا فيولا، وهون الهدف منه انه يبلشوا المشاهدين يشوفوا شوي وقت يكونوا سوا كيف ببين الشو، يعني هون ببين من ميل الفرق، ببين ميل هالكومبينيشن هالمزيج بين exactly. الاصوات كيف بيصير 100%. دونك هلا عم نسمع تريو لادفورجاك. شيء كتير حلو صراحة هالموسيقى يلي دائما مثل ما بنحكي أنا وياك غسان بتنقلنا شوي من هال يعني من اليوم لمبارح، ومنصير نقول يا ريت دائما بنسمع هيك أشياء إن كان على الراديو أو على التيفي أو أي ميديا، يعني حتى على السوشيال ميديا ما كتير عم نسمع غسان، يعني نحن عم نعمل اللي علينا نعمله، أنت عم تعمل أكتر من بالضبط عليك. يعني بين هون وبين كل ديزار أكيد عم نعمل قد ما فينا أكيد، يعني بس بتعرفي إنه يعني أنا سعيد رانيا، بتعرفي رح يصير لي قريبا 4 سنين بالام تي في، انا وقت شوف نسبه المشاهده قد ايه عليت على هذا البروجرام، وقد ايه الناس اللي بلتقيهم بالطريق مش بس بلبنان حتى برات لبنان، يعني لازم شي مره اعمل حلقه على موضوع لقاءاتي برات لبنان، الناس اللي بتكون عم تحضرنا على الام تي في، عن جد بنبسط انه عم نقدر نوصل للهدف تبعنا بالنهايه، نقدر نوصل هالرساله انه الناس تصير تتعرف على كل انواع الموسيقى بالنهايه، لانه كله يعني ليك قد ايه سامبل هالموسيقى وقد ايه حلوه وقد ايه حلو قد هيك بتروق وبتعطينا هيك سلام. صحيح يعني صحيح، وقد ايه نحن بحاجه لهالموضوع. هلا بدونك رانيا نحن كنا عم نحكي انه بالباروك شو كان عم ينعمل، هلا بعد فتره الباروك يعني فعليا وخاصه بالفتره يعني خلينا نقول الرومانتيك ما انكتب اشياء فعليا للفيولا بشكل يعني ما عطوها القيمه تبعها كانسترومنت سوليست لحد ما وصلنا تقريبا عم نحكي للقرن العشرين. الفيولا كان دائما دورها
بالتشامبر ميوزك وبالاوركسترا دور الاكومبانيمون. كانت تعبي الانر فويسز، ولا مره كانوا ياخذوها بشكل جدي انه تلعب سولو، كانت بس باوقات نادره تاخذ دور السولو، لانه كمان التكنيك تبع الموسيقيه بوقتها ما كانش كافي انه يقدروا يدقوا على الفيولا. اول كونشيرتو كلاسيكي، يعني من اوائل الكونشيرتيات الكلاسيكيين اللي كتبوا للفيولا، هن اثنين لشتاميتس وهوفمايستر. وهني هلا بعدهم لهلا الاثنين كونشيرتو الوحيدين اللي يتبعوا كلاسيك الكونشيرتو. صحيح. ولابد ما نذكر سوري ريبال كمان في تلمان. تلمان قبل كمان تلمان كتب كمان قبل. مزبوط. واكيد التكنيك تبع هالقطع مش كتير متطور. صحيح. والشيء الحزين بريبورتوار الفيولا انه كومبوزر مثل بيتهوفن مش كاتب للفيولا. يعني كومبوزر مثل بيتهوفن يعني اكيد في عتب. حتى موزار لما كتب للفيولا كتب لها سيمفونيا كونشيرتانت اللي هي كونشيرتو لا فيولون وفيولا، حتى ما اعطيها كونشيرتو لا الا لحالها. مع العلم يعني اليوم لما عم نسمع نحن الاله لحالها يعني قد ايه صوتها حلو، قد ايه مثل ما قالت غسان يعني صنفتها مزبوط، هالصوت الدافي كثير يلي هيك كانه بيغمر لما نحن عم نسمع، فغريب انه ما كانوا يعني يستمتعوا بهالصوت. السبب هو لانه منا ايرلي بريليانت. مزبوط. اذا في فيولون هون الفيولون ارفع بكثير، يعني هذا الصوت أيه. بيقدر يغطي على اوركسترا طويله عريضه. صحيح صحيح. خصوصي بيطغي. صحيح صحيح. الفيولا صوتها بطيء وفي تقيل. تقيل. في مشاكل نفسيه اذا بدك. انا منا آلي لل منا بريليانت منا هيك بس احنا راضيين بس احنا راضيين بس لا لا نسمع بعد كمان. لا لا اكيد رح نسمع. هلا ذكرت الكونشيرتو ريبال الهوفمايستر كونشيرتو مثلا، هلا بقدر العب الكادنزا من الهوفمايستر كونشيرتو الكلاسيكال كونشيرتو. وهي الكادنزا مهم نقول انه هي المقطع اللي على طول بيكون العازف عم يعزف لحاله بدون الاوركسترا، وهي على طول بسموها يعني نوع كانه بكثير اوقات مش بس الفيولا لكل شيء فيها كمان شق ارتجالي، كان يبقى يعني يعطوا مجال اوقات للعازف انه يرتجل شوي يعمل امبروفايزيشن. يعني تكون الاوركسترا عم تعزف توقف الاوركسترا وهون العازف مفروض على المسرح يرتجل. كثير حلو. بس اكيد كانت الارتجالات تنكتب. ارتجل يا ريبا. فوت الأوركسترا. شو خبرتنا هلا؟ شو خبرتنا عنك؟ هيدا بنترك لك ما أنت راني الخيال تبعك. أنا حبيت. عرفت شو يحكي عن الموضوع. دوك رانيا لكن دور الفيولا فعليا بالاوركسترا وخاصه خلينا نقول بالسترينج سكشن هي تتعبي نوعا ما هيدا المطرح الفراغ خلينا نقول بين الفيولين وبين التشيلو. هلا رح نسمع فيديو صغير اللي هو من تشايكوفسكي. نعم. مقطوعة من تشايكوفسكي وهون عم نحكي في عنا كانتات هي ولا سكستات لتشايكوفسكي كمان كانت عم تنعرض بالفستيفال تبعي سنة الماضي بجميل ملعب موزيوم. خلينا نشوف. أكيد. Thank you.
صرنا بيموت كليا مختلف. عم نحكي تشايكوفسكي هون بالتطور. اول شيء عم نحكي تشايكوفسكي، يعني عم نحكي المدرسه الروسيه، عم نحكي فيها الكولرز الموجودين، عم نحكي فيها الجانب الرومانسي بالموضوع، يعني هذا اللي اختلف عن اللي سمعني قبل. هلا رانيا لابد ما نفتح مثل ما حكينا من شوي انه هالفستيفال اللي خلقه ريبال ملاعب ببيصور اللي هو ملاعب فستيفال فور تشامبر ميوزك اند فاين ارتس اللي هو جامع فيه الميوزك والهيدا. رح نشوف فيديو هلا ورح شوي يفسر لنا ريبال شو فكرته وليه ليه ليه اخذت من وين طلعت هالفكره وكمان وجود الوالد يعني اكيد يعني طبعا طبعا بوجود متحف جميل ملاعب اللي اسسه جميل ملاعب سنة الماضيه وصار في افتتاح له. اجتني فكرة من بعد خمس سنين ست سنين من 2010 بأوروبا بمشاركتي بعدة فستيفالات بأوروبا. اجتني الفكرة انه اعمل نفس المستوى الفستيفالات اللي بتصير بأوروبا بالضيعة الصغيرة بضيعة لبنانية صغيرة. وبما انه المكان كتير مناسب مثل ما عم بتشوفي طبيعة صنوبر وشجر كتير هيدي البيئة مناسبة انك تجيبي موسيقيين من أوروبا تقعديهم لفترة 10 ايام تعميهم اكل لبناني بجو من الفن واللوحات والموزايك انه نعمل فستيفال للموسيقى الشوم ونحضر بروجرام. كم موسيقي كان معك؟ كان معي السنه 8 موسيقيين من هولندا بريطانيا المانيا وسلوفينيا واكيد الموسيقية اللبنانيه اللي بيدرسوا باوروبا اللي هن على مستوى اعلى مستوى موسيقي بلبنان. كيف كان اقبال الناس على يعني كيف كانت ردة فعل الناس؟ ما بتصدقي قديش مستوى السمع تبعهم كان رائع. واو. كانوا كتير مبسوطين. في ناس كانت عم بتدمع بعد الكونسرت تقول انه نحن يمكن بحياتنا مش شايفين هيك شيء. ببيصور ببيصور زغيلي اكيد مش كلهم من برات المنطقه. اكيد اكيد يعني الكونسرت هول بالجميل ملعب موزيوم بتساع ل 250 كرسي وكان دائما عم بيكون فل واحيانا الناس عم توقف. كم يوم كان الفستيفال كله على بعضه لفتره اسبوع؟ في معرض للفن اللبناني، معرض لجميل ملاعب، وفي اثنين كونسرت عم بيصير، واحد بالموزيوم وواحد ببيروت. ان شاء الله دائما بضلوا بهالهمه. غسان بدك تختم بكلمه؟ اكيد بدي اختم، بدي اقول انه هلا اكيد نحن كايكول ديزار هلا اليوم نحن باول موسم، في عندنا كثير اشياء جديده بكل الديبارتمون، يعني بالموسيقى وبالرسم بالمسرح بالفوتوغرافي بالرقص، بقى رح نحكي عنهم اكيد بالحلقات الجايه بشكل هيدا مفصل. والحلقه الجايه رح يكون معي ضيف رح نحكي لاول مره رح يكون بلبنان، رح ينعطى دروس بآلة الدودوك الأرمنية الرائعة هي، رح يكون معي كيفور كاشيشيان. بقى هلا بدنا ننهي اكيد مع ريبال. بدي اشكر ريبال ملاعب اول شيء على وجوده، شكرا لك غسان يمين على هالاضافات يلي بتعطينا اياها. بنختم بمعزوفه وبنرجع بعد البريك. اكيد اكيد نختم بالمعزوفه تبع اهم فيولا كونشيرتو انكتبت بالقرن العشرين اللي هي بيلا بارتوك. فيولا كونشيرتو كانت اخر شيء كتب الكادنزا تبعه. Thank you.